إذا كنت جديد بالعملات الرقمية وفرصة مناسبة للاستثمار، أهلا وسهلا فيكم متابعين قناتي عالم العملات الرقمية. شباب، اليوم بهذا الفيديو رح نحكي عن منصة جديدة وفيها مميزات حلوة. تابع معي الفيديو للأخير لحتى نعرف كيف رح نسجل بهاي المنصة وكيف نتداول. إذا فتحت على الرابط اللي بأسفل الفيديو رح تظهر عندك هاي الشاشة مثل ما ظاهرة عندي. فكرة المنصة بسيطة جدا، فيها لغة انجليزي وانت ممكن تترجمها عن طريق جوجل للغة العربية. طبعا انا الرابط تركت لكم اياه بالوصف. عنا قسم التسجيل هون رح نضغط عليه، بيظهر عندك التسجيل عن طريق الهاتف او الايميل. رح نحط هون الايميل، رح نحط هون الباسورد، ونحط بالخانة تحت تأكيد الباسورد. رح يوصلك الكود التأكيد على الإيميل، بتحط الكود وبتحط موافق على الشروط، وهيك بكون عملنا الحساب. وبيضل عنا خطوة التأكيد أو أمان الحساب. طبعا أنا هالشي هذا بعمله قبل ما أعمل إيداع. شباب، نحن عنا خطوتين لتأكيد الحساب. الأول خطوة صورة للوجه مع صورة الهوية. أما الطريقة الثانية برايميري كي واي سي، يعني أنت بتقدر تدخل البيانات من دون صورة وجه، أو أي شخص ثاني بيقدر يعمل لك التوثيق. التوثيق جدا سهل شباب، منصة غير معقدة أبدا. وهلا شباب رح ننتقل لسيكوريتي، يعني تأكيد أكثر أمان مثل رقم الهاتف وأمور تانية. شباب هيك بكون عملنا حساب ووثقناه. وهلا شباب بننتقل للإيداع وخانة شراء الكريبتو. طبعا من بعد ما عملنا الكي واي سي، أول شي شباب ممكن نعمل إيداع عن طريق بي تو بي، يعني شباب من شخص لشخص مثل منصة باينانس. أما الطريقة الثانية شباب عن طريق كريدت كارد، يعني بطاقة فيزا، والخاصة فيني يعني رح يتم السحب بشكل بسيط جدا. والخانة الثالثة هون إذا شخص وسيط بده يحول لك كاش، وفي خيار إذا أنا ممكن بدي أدخل على محفظتي وأخذ عنوان أي عملة رقمية وأعمل إيداع من منصة تانية. أنا رح أدخل على هون وأختار اليو اس دي تي والشبكة التي ار سي 20. مهم كتير شباب تنتبهوا على نوع الشبكة. باخذ العنوان اللي بيطلع لي بالأسفل وبختار أي منصة أنا بتعامل فيها وبعمل الإيداع بأي عملة أنا بختارها. وطبعا شباب كل عملة إلى عنوان، وهيك أنا بكون عملت الإيداع. وهلا شباب رح ننتقل لمرحلة التداول تريد، سواء إن كان سبوت أو فيوتشر. هون ممكن يظهر لك كود لمكافحة التصيد مكون من 6 خانات، بيوصلك على الإيميل عند البيع، يعني لزيادة أمان بالمنصة. هون شباب قائمة العملات على اليمين، فرضا اخترنا هون عملة الكاردانو، بشوفها هي إذا الوقت مناسب للشراء. هون عند الشراء عندي 3 طرق، الليميت أو الماركت يعني بسعر السوق الحالي، أو ستوب ليميت يعني أنا لما بحط أمرين، يعني أنا راح أحط هون ليميت وراح أحط المبلغ مراد شراؤه وأعطيه أمر الشراء. نفس الأمر على البيع، الليميت والماركت ستوب ليميت. أما الأشخاص اللي بيفضلوا صفقات الفيوتشر، رح ننتقل على خانة الفيوتشر. رح تختار اللافرج الخاص فينا، يعني عدد الإكسات، ورح نختار كروس أو إيسول ديت، يعني شباب المعزول أو المتبادل. ورح نختار الرقم اللي رح نشتري فيه ونحط العداد، وبعدين رح نختار اللونج أو الشورت، يعني شباب صعود أو هبوط. وتستخدم بعض المؤشرات لتقدر تحدد اتجاه السوق. هاي هي أصدقائي كل الفكرة.
موضوع مهم كتير شباب لازم ننبه عليه. ريفيلال يعني رابط الإحالة اللي خاص فيك، يعني أي شخص بيدخل عن طريق الرابط بتاخد أنت نسبة من الأرباح والعمولة. طبعا هو ما بيأثر عليه أي شيء. المنصة سهلة جدا شباب، وأي شخص بيواجه سؤال يترك لي بالتعليقات، ورابط المنصة شباب بأسفل الفيديو. بالمناسبة شباب، في بالمنصة اكتتابات لانش بان، يعني ممكن انت تسجل على اكتتابات ومزادات. هاي المنصة شباب فيها مميزات كتير حلوة، والأهم من هيك شباب، هاي المنصة ما هي محظورة. بأي دولة انت موجود ممكن تشتغل فيها. وهيك شباب بكون وصلنا معكم لنهاية هذا الفيديو، وإلى اللقاء شباب بفيديو آخر. صديقي، وإذا كان عجبك المحتوى انزل وعمل اشتراك، ولا تنسى تفعل زر الجرس لحتى يصلك كل جديد من قناة عالم العملات الرقمية.